واحنا بنحتفل مع حضراتكم بذكرى 49 لحرب اكتوبر المجيده، لازم نتذكر بطل من ابطال حرب اكتوبر، وهو الفريق عبد المنعم واصل. فريق عبد المنعم واصل وقتها كان بيشتغل قائد الجيش الثالث الميداني، وهو القائد اللي تقدم صفوف جنوده في يوم العبور العظيم. اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني في حرب اكتوبر. ولد اللواء عبد المنعم واصل عام 1927، التحق بالكلية الحربية عام 1940، وتخرج فيها عام 1942، وفور تخرجه التحق بسلاح المدرعات، وحصل على العديد من الدورات في كل من الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وأمريكا، وكان واحداً من كبار خبراء وضباط المدرعات في القوات المسلحة المصرية، ويعد من الضباط المصريين القلائل الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين. تدرج في العمل بالقوات المسلحة وشارك في حرب الخامس من يونيو عام 1967 كقائد للواء الرابع عشر مدرع، وأدار معركة من أقوى المعارك، وكبد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة. وتمر السنوات ويتولى اللواء عبد المنعم واصل منصب قائد الجيش الثالث الميداني في مرحلة مفصلية من عمر الوطن. واصل اللواء عبد المنعم واصل دوره في إعادة بناء القوات المسلحة لخوض معركة النصر، حيث كان القائد الذي تقدم صفوف جنوده في يوم العبور العظيم، يوم حرب أكتوبر عام 1973، حتى تحقق النصر المبين. وبعد انتهاء المعارك تم تعيين البطل عبد المنعم واصل مساعداً لوزير الحربية في ديسمبر عام 1973، حصل على مجموعة من الأوسمة والأنواط، منها وسام نجمة الشرف العسكرية ووسام الشجاعة، فقد كان رمزاً مشرفاً للعسكرية المصرية يضرب به المثل والقدوة في القيادة والشجاعة والعلم، فكان واحداً من فرسان النصر في حرب أكتوبر، وكان القائد الذي تقدم صفوف جنوده في يوم العبور العظيم، عندما سطر مع أبنائه من القوات المسلحة تاريخاً لا يمحوه الزمن.